مين ماشي. تاني شباب برضو معانا برضو بيستخدم الاكسل وهو بيتعامل بيه؟ أيوة أنا إيمان. نعم. مع حضرتك إيمان، إيمان ايمان أشرف. زوين، ايوه اتفضلي. هو أنا طالبة في كلية تجارة، فاللي هو بستخدمه حاليا كبدائيات برضه، يعني تمام المعادلات البسيطة عليه كده. تمام كويس اوي ماشي. بتستخدميه، هل انت شغاله بيه ولا لسه؟ لا مع نفسي. طب كويس اوي ماشي. مين تاني معانا شباب؟ لا الصوت مش واضح يا عمر، علي الصوت شويه. عندي محاضرة. حلو، انا مش سامعك، مش سامعك. السلام عليكم. عليكم السلام السلام. عليكم، كده اتفضل يا عمر، اتفضل اتفضل يا عمر كمل. لسه حضرتك داخل؟ علي صوت سند بالله عليك. بقول لك لسه داخل حاليا. اتفضل. طب عرفني بيك يا عمر، انت هل انت شغال بالاكسل ولا لا؟ لا انا لسه هبدأ. لسه بتبتدي فيه صح؟ طب تمام كويس اوي. هل هنا حد لسه شغال بالاكسل؟ مع حضرتك نغم سعيد، أنا تالتة في بورة تخصص محاسبة. ماشي. كنت شغالة في على الإكسل أيام ما كنت بشتغل، كان شغلي كله على الإكسل. تمام. في الجامعة كانوا بيطلبوا منا بروجكت إن إحنا نعمل كود على الإكسل هنا، فعشان كده أنا كنت حابة إن أنا قبل أتأهل الإكسل المحاسبي أتعلم الأول ده. بصي، هو احنا هعلمك اكسل، الاكسل المحاسبي ده بقى حاجات تخص الحسابات، فاهمه قصدي ايه؟ يعني انا ايوه ما انا هعلمك فاهمه كده. الاساسيات والحاجات اللي تشتغلي بقى على الاكسل ان شاء الله. وبعد كده تبتدي بقى تخش بقى في الحاجات المحاسبيه ومعادلات محاسبيه كده معينه. تمام يا ستي؟ بالظبط، انا قلت يعني اول اتعلم كل البيزكس من الاكسل وبعد كده ابدا في الليفل الاعلى. تمام. وامنيه، امنيه مهران، احنا دلوقتي بشتغل طالبه في تجارة، كلية تجارة بشتغل عليه. تمام حاضر. تمام يعني، طب الناس بقى اللي ما اشتغلتش خالص على الإكسل، في حد ممكن واحد بس يطلع كده يقول لي ايه الأخبار عنده؟ انا لسه مبتدئه في كورس الاكسل، ماشي، لسه ما تعرفيش حاجة عنه يا ريم. علشان انا لسه طالبه لسه في كليه تجاره في سنه تانية، تمام فلسه داخله كورسات دلوقتي. اتفضلي يا فاطمة، انت كنت عايزة تقولي يا فاطمة حاجة. ايوه مع حضرتك فاطمه سالم، محاسبه، شغلي كله ورقي بس انا بحاول اطور من نفسي. خدت كورس قبل كده في الاكسل بس ما طبقتوش، فبرضو انا عايزه اطور من نفسي احسن. تمام حاضر يا فاطمه، عينيا ليك يا فاطمه. انا بحب الصراحه الناس اللي بتطور من نفسها، يعني انا بحب قوي الناس اللي هي لا انا عايز اعمل حاجات اكتر واحسن بكتير، وانا بعون الله يا ستي اللي هقدر اعمله واساعدك بيه واساعد بيه الناس باذن الله، باذن الله هقدر افيد بيه الناس. ماشي يا شباب؟ بأمر الله. ماشي يا شباب. بصوا يا شباب، مبدئيا مفيش شركه حاليا ما بتستخدمش الاكسل، ما بقاش في شركه ايا كان الشركه دي ايه ما بقتش تستخدم الاكسل. تمام كده يا شباب؟ انا هدايا رمضان كليه زراعه ولسه مبتدئه جدا في مجال الاكسل. حاضر يا هدايا. مبدئيا كده يا شباب، ما بقاش في شركه ما بتستخدمش الاكسل، بقى كل الشركات ايا كان، حتى شركات الهندسه والصيدله اللي هم بعاد خالص عن الحسابات، يعني الناس فاكره اللي بيشتغل بالاكسل ده اللي هم المحاسبين والكلام ده، لكن اللي انا اكتشفته واللي انا شفته ان مفيش شركه دلوقتي ما بتستخدمش الاكسل. تمام يا شباب، خليكم معايا لحظة لحظة. بصوا يا شباب دلوقتي، سامعين كده يا شباب؟ الو. تمام. بصوا يا شباب دلوقتي، ما بقاش في شركه دلوقتي ما بتتعاملش بالاكسل، دلوقتي بقت كل الشركات بقى فيها لازم جزء في الاكسل لازم يستخدموه، وبقى الموضوع منتشر جدا، وبقى الاكسل بقى الحمد لله. ماشي ماشي يا اسراء، ماشي يا مريم. حاضر. اولى ثانوي كويس، اولى ثانوي حاضر عينيا. حاضر، انا هشرح لكم كل حاجه باذن الله. بصوا يا شباب دلوقتي الاكسل ده بقى حاجه اساسيه في حياتك كلها، لازم تستفيد منه استفاده مطلقه،
صدقوني يا جماعه، انا الاكسل ده فرق في حياتي، فرق في شغلي، فرق في رزقي، فرق في كل حاجه في شغلي. اي دلوقتي تحليل بيانات او اي حد عايز يدخل مجال تحليل البيانات لازم يخش بالاكسل. حاضر، هشرح لك كل حاجه. حاضر بالاكسل، حاضر. فبقى دلوقتي الاكسل ده بقى لازم ولا بد وحتما لازم تتعلمه ولازم تبقى فاهمه، تمام يا شباب؟ فان شاء الله ان شاء الله الكورس ده هيكون عباره عن اربع، يعني عباره عن اسبوعين، النهارده وبكره ويوم الجمعه ويوم السبت، تمام كده يا شباب؟ معايا صح؟ تمام. بس حبيبكم بس تبقوا، حبيبكم بس تبقوا معايا، يعني ايه علشان ايه ببقى ساعات تمام. حاضر حاضر يا ندى. ان هو ندى بتقول ان ايوه فعلا كل ما اقدم على شغل بيبقى من ضمن المتطلبات ان هم عايزين اكسل. الاكسل ده يا جماعه، الاكسل فيها ريكورد، بعمل ريبليس دلوقتي. الاكسل ده يا جماعه دلوقتي حاليا يعتبر بنسبه 100% في اي شركه ايا كانت. دي بقت في ناس كمان يعني عامله الاكسل ده كبرنامج محاسبي، يعني البرامج المحاسبيه مثلا اللي هو زي ساب، زي اودو، زي اي برنامج تاني، اليوم بقى قاعده بيانات ومواضيع كبيره. لا ده هم في ناس بقى عاملين الاكسل كانه قاعده بيانات وكل حاجه فيه، تمام يا شباب؟ فان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا، ونتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي ونقول شير ونشير السيشن. انتوا كده شايفين يا شباب صح؟ صح؟ تمام. بص يا شباب، ده شكل الاكسل اول ما انت تفتحه في حضرتك يعني. بتعمل ريكورد؟ طيب والله يا روحي. حاضر ماشي، شكرا، تحت امرك. بص يا شباب، انا دلوقتي كل اللي عايزه منكم ان انتوا تعرفوا شكل الاكسل ده. انت اول ما تفتح شكل الاكسل بيكون عباره عن مربعات صغيره كده زي ما انت شايف. المربعات دي بتكون عباره عن اسمها خليه. الخليه بتكون مكونه، دي اعمده ال A B C D، دولت اعمده اللي هم اللي فوق دولت، دولت اعمده 1 2 3 4 5 ده اسمه صف. حتى واضح جدا، ده اسمه عمود، ده اسمه صف، تمام كده يا شباب؟ دلوقتي المربع ده اسمها خليه. خليه يعني ايه خليه؟ يعني عباره عن اول حرف، يعني عباره عن رقم او حرف العمود ورقم الصف. يعني لما نيجي نقف هنا يقول لك الخليه اسمها اي 6، حتى تلاقيها بتتكتب هنا اهي، حتى تلاقي الخلفيه بتتكتب هنا، الخليه بتتكتب هنا اسمها اي 6. لما اجي اقول لك مثلا اقف لي مثلا على الخليه مثلا اللي هي مثلا وليكن H2، يبقى انت تيجي تقف اهو H2، الخليه بتتنطق باسم او حرف العمود مع رقم الصف، تمام كده يا شباب؟ تمام كده يا شباب معايا؟ تمام. معلش بس خليكم معايا، معلش انا اسف. فدلوقتي احنا كده ابتدينا في الخلايا، ودي طبعا دي اسمها ورك شيت. الشيت ده اللي هو شيت 1، شيت 2. لما تيجي تدوس هنا كده يقول لك شيت 2، بعد كده تدوس هنا كده يقول لك شيت 3. طب عايز تمسحه تدوس عليه كليك يمين وتعمل له ديليت، وكليك يمين وتعمل له ديليت، كده خلاص انت مسحت الشيتات. ده اسمه شيت، شيت 1، شيت 2، شيت 3، شيت 4 وهكذا. حتى في ناس بتقعد تدلعه وتقول لك عليه شيتا، بس هو اسمه شيت، ما حدش يقول عليه شيتا، يعني هو اسمه شيت. الاكسل ده كله اسمه ورك بوك، اسمه ورك بوك جواه شيتات. يعني الاكسل ده كده اللي انتم شايفينه ده اسمه ورك بوك، جواه مكون من شيتات، جواه شيتات اهي، يعني هوم، بيزك، سام. فاهمين قصدي ايه؟ الورك بوك جواه شيتات، تمام؟ تمام تمام. والشيتات بقى مكونه من خلايا اللي هي ايه، عباره عن عمدان وصفوف، تمام كده يا شباب؟ ده شكل الاكسل اول ما انت تفتحه. انا بقى اشرح لك ان شاء الله قائمه هوم دي كلها. بص يا شباب، قائمه هوم دي هنبتدي هنخش لها. هوم دي انت واقف عليها، هوم، انسرت، بيج لاي اوت، فورمولا. انت بتقف هنا كده تلاقيك بتقعد تتنقل ما بين الخانات، شايفين كده؟ فاحنا واقفين على قائمه هوم، ودي من اكتر القوائم اللي انت ممكن تستخدمها في حياتك، تمام؟ قائمه هوم هو الورك بوك اخره ياخد جواه كام شيت؟ والله ما سالت، والله يا مريم ما اعرفش، يعني ما سالتش. يعني انا بكبيري قوي مثلا بيبقى، يعني انا شفت ناس عاملينه حوالي 45 شيت وكم مكمل، او 50 شيت او حاجه زي كده، يعني قولي مثلا 60 شيت بيبقى رقم كويس، لكن هتزود عن كده تلاقي الدنيا ضربت في بعض. المهم يعني
انت بتقعد تتنقل ما بينهم كده، ده التنقل ما بينهم. هوم دي جواها داتا اهي كتير اهي. الداتا دي بقى عباره عن ايه؟ بصوا بقى يا شباب، هوم دي عباره عن حاجه اسمها كليب بورد. كليب بورد هي انا شرحها لك اهي على الاكسل اهي. دي فيها كات وكوبي، كات وكوبي. طبعا بيفرق. بصوا يا شباب، كات وكوبي محمد دي لما تيجي نعملها كوبي، بص تيجي تقف على محمد تدوس كنترول سي اهي، كنترول سي، وتيجي تدوس كنترول في، فبقت خدت نسخه من محمد. او لو دوست هنا كوبي وعملت هنا بيست فخدت نسخه. اما بقى هنا في الكات لما تيجي هنا تدوس كنترول اكس وتدوس هنا كنترول في فخدت محمد كلها وما سابتش اثر. الفرق ما بين كوبي وكات ان كوبي بتسيب اثر، بتسيب نسخه، اما كات بتاخد النسخه كلها. تمام كده يا شباب؟ فورمات بنتر دي بقى يا جماعه، فورمات بنتر دي هتستخدمها في حياتك كلها. فورمات بنتر ليها علامه، عليها علامه المشت دي. بصوا شايفين شكل محمد عامل ازاي؟ محمد اهي باللون الابيض ووراها خلفيه لونها برتقاني. تقف على محمد تمام، وتروح دايس على كلمه فورمات وتيجي تقف على تحسين. بصوا ايه اللي حصل، خدت بالكم يا جماعه؟ نقلت التنسيق ونقلت كل حاجه. لو انت مثلا عايز تخليها زي فورمات بنتر، تقف على فورمات بنتر دي كده وتروح دايس على دي كده وتروح دايس على تحسين، فخلي التحسين زي دي. تمام كده يا شباب؟ تمام. انتوا معايا صح؟ يعني حاولوا يعني ايه يعني يعني تردوا ما عليا بس، يعني ما تقفلوش المايكات بس بالله عليكم، يعني مش كتير. تمام مفهوم. ماشي ماشي يا شباب، ماشي يا شباب. بعد كده ننقل على الفونت. الفونت اهو، الفونت ده اللي هو ده، شايفين محمد شكلها عامل ازاي وتحسين عامل ازاي؟ تحسين ده بقى عباره عن ايه؟ بصوا يا شباب، تحسين ده عباره عن ان احنا دلوقتي، ثواني، ان احنا دلوقتي محمد دي الطبيعيه. لما تيجي تقف هنا في الفونت ممكن بقى تيجي تقف هنا في محمد وتيجي تختار الفونت اللي انت عايزه، تيجي تدوس على اللي هي المربع ده اللي مكتوب عليه الاسم ده وتدوس على كده وتقعد تختار اي اسم. شايفين كل ما باجي اتحرك محمد بتتحرك معايا اهي، ونخليه مثلا باللون التخين ده كده، ونكبر الكلام ونخليه بولد اكتر، ونخليه مايل، ونخليه تحتيه حركه، ونخليه مثلا الخلفيه بتاعته لونها ازرق كده، ونخلي الكتابه باللون الابيض. فاهمين قصدي ايه؟ انت بتقعد تلعب في الاسم عن طريق الفونت ده. تمام كده يا شباب؟ وتكبر وتصغر عن طريق اللي هو العداد ده. شايفين يا شباب؟ تمام. ده كده حته الفونت اهي، المربع اللي هو الفونت ده. تمام؟ بعد كده ننقل بقى هنا في الالاينمنت. الالاينمنت دي اللي هي الجي سايلنت، الجي سايلنت. تمام؟ الالاينمنت دي اسمها التنصيص او التنسيق. الالاينمنت دي بصوا لو تلاحظوا، بصوا محمد هنا جاي في الشمال خالص وتحسين هنا جاي في اليمين خالص. فاهمين؟ دي بتبقى في الحته دي كده. كل عليك انك بتقعد تختار، يعني تقف على الخليه وتقعد تختار يمين في النص شمال، فاهمني؟ وتقعد مثلا ايه تخليها في النص تخليها في اليمين. الاورينتيشن اللي هي الحته دي، شايفين محمد جايه يمين ازاي؟ يعني طالعه بسنبوكسه ازاي كده، وتحسين جايب سنبوكسه اللي هي بتيجي تختار من هنا، تختار مثلا كده، تختاره مثلا كده، تختار مثلا ايا إن كان انت عايز تعملها ازاي، تعملها بالطريقه اللي انت تحبها. تمام؟ ودي الالاينمنت. دي بقى هنا الراب تكست. بصوا يا شباب، الراب تكست يعني ايه راب تكست؟ يعني شايفين كده محمد تحسين شكلها عامل ازاي؟ طب لو انا كتبت مثلا محمد تحسين زينو محمد سويلم، لو تلاحظوا نزلت تحت بعض. طب لو انا فكيت الراب دي كده، بصوا خدت بالكم الكلمه كترت قوي في الخليه. فاهمين اللي انا قصدي عليه؟ انا فكيتها منين؟ اهي الراب تكست اسمها راب. راب يعني رابنج، كانك بتلف جبنه مثلا. عند الناس بتوع اللي هو البان وكده، اللبانين، بيبقى يقول لك عندك راب. راب ده اللي هو الدبليو سايلنت. راب ده اللي هو تلف بيه الجبنه، بتحط كده علبه الجبنه او طبق الجبنه وتروح لفه بستريتش، صح؟ دي اسمها رابنج. هتدوس عليه كده، او ما تدوس عليه راب وتروح عامل دي كده، هتلاقي الكلام نزل تحتيه. خدت بالكم؟ تمام. ما بقاش مفرود، اسمها راب. نيجي بقى هنا لكلمه ميرج. ميرج بقى بصوا يا جماعه، بصوا لو تلاحظوا ادي، بصوا لو تلاحظوا دي خليتين وتحتيها خليتين، بس انا دمجت كل الخلايا دي وخليتهم في خليه واحده. خدت بالكم؟ يعني المفروض دي خليه ودي خليه، هنا خليه واحده.
فاهمين؟ اه تمام فهم تمام دي كده مفهوم خليه يعني. بصوا ممكن تعملوا ايه يعني، هنا مثلا ممكن تروحوا عاملين كده، تروحوا علموا كده على الخلايا دي كده، وتروحوا عاملين ميرج، فبقت خليه واحده كلها. فتروحوا مثلا كاتبين مثلا محمد تحسين مثلا اهي، وتكبر مثلا الكلام كتير، او خدت بالكم اهي دي كده اسمها ميرج. عشان تدي مساحة أكبر بالظبط للكتابة يعني وكده صح؟ بالظبط، دي تمام اسمها ميرج او دمج، دمج او ميرج، تمام اسمها ميرج عشان بس تفتكروها، اسمها دمج اهي عشان تبقوا انتوا عارفين دمج، تمام. ونمبر بقى، تعالوا بقى هنا بقى للجزء ده كده. الجزء ده بقى يا جماعه اللي هو النمبر ده، اللي هو المربع الصغنون ده، المربع ده يا جماعه هتحتاجوه في حياتكم كلها، لان دلوقتي ما بقاش فيه، لان دلوقتي ما بقاش فيه حته ان لازم الخلايا وانت شغال عليها لازم تعمل تحديد للخلايا اللي انت عايز تشتغل فيها. هل انت عايزه ده يبقى رقم؟ هل الخلايا اللي انت عايزها دي تبقى نص؟ هل الخلايا اللي انت عايزها دي تبقى نسبة مئوية؟ هل عايزها تبقى فلوس؟ هقول لك دلوقتي ايه الفرق. بص يا شباب، دي احنا عندنا كام الرقم ده؟ احنا عندنا ده كام؟ ادي اتنين، عندنا مليون جنيه. الرقم ده مليون، تمام؟ مليون دي لما تيجي تختار كلمة، بصوا قال لك دي مليون معمولة في وضعية الجنرال. الجنرال دي اللي هي أي خلية في أي حاجة في الإكسل، الإكسل اللي بيقراها بنسبة كبيرة جنرال. ليه عادية؟ ما مثلا تعالى مثلا هنا ال 100,000 جنيه اتقلبت نمبر، بص عمل إيه؟ خلالك بعد ال 100، قصدي المليون، المليون جنيه خلى بعديها زي علامتين عشريتين، عشان لو أنت مثلا إيه 100,000 مثلا و وفاصلة 65 في قرش وهكذا. لو قلبتها كرنسي، كرنسي يعني عملة، بصوا يعني المليون اهي لما تيجي تختار كده كلمة نمبر، بصوا عملت كده اللي هي الشكل ده. فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ اه طب لو انا اخترت دي كده، لو انا اخترت دي كده واخترت كلمة كرنسي هتبقى بالشكل ده، اللي هو الشكل ده. الكرنسي يعني يا جماعة يعني عملة، اللي هو حط لي فصل لي بعد كل 3 اصفار فاصلة، وحط لي علامة الدولار، خدت بالكم؟ علشان دي عملة، ما انت لازم تبقى عملة، تمام كده؟ لو انا اخترت لها جنرال هترجع زي ما هي. طب لو انا اخترتها لونج ديت، المليون جنيه بصوا اتقرت لونج ديت بالمنظر ده كده، ما اعرفش اتقرت ازاي. شورت ديت اتقرت كده، لا ما اتقرتش كده طبعا. اللونج ديت اللي انا حطيت يعني ده مثلا ده تاريخ ميلادي مثلا، فلما عملته كده وقفت على كلمة لونج ديت اداني ان انا اتولدت يوم الثلاث 4 فبراير 1992، لونج ديت يعني تاريخ طويل مفصل، تمام يا شباب؟ اما تمام التاريخ الصغير اللي هو ده شورت ديت، لما تيجي تختار هنا شورت ديت بيديك التاريخ ده. انا قصدي يا جماعه ان المربع ده انت تقدر تحدد بيه خلايا اللي انت هتشتغل بيها. انت عايزها تاريخ ولا عايزها عمله ولا عايزها رقم ولا عايزها نص ولا عايزها ايه بالظبط؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ تمام. بصوا البرسنتج دي، بصوا شكلها هنا 31 31%. بصوا شكلها عامل ازاي لما تكون جنرال، بصوا بقى شكلها عامل ازاي بقى لما تكون برسنتج، لما تختار كلمه برسنتج يعني اهي، لما تختار كلمه برسنتج دي بصوا 31% تبقى بالمنظر ده، فاهمين قصدي؟ فالشكل بيختلف. حد هنا يا جماعه بيدخل بيانات على الاكسل؟ اه تمام انا. طب بص يا عم هقول لك على معلومه حلوه قوي. بص يا شباب دلوقتي انا عايز اكتب ارقام عملاء، ارقام عملاء يعني مثلا ايه 012 0 80 40 وليكن، تمام، ودوس انتر. ايه اللي حصل؟ الزيرو اختفى، تمام. طب ليه اختفى؟ حد عنده تفسير؟ لا هو انا عارف ان الزيرو لما بيتحط في الاول عشان يبقى الزيرو لما تحط نمبر. بالظبط، الزيرو عشان ملوش قيمه، صح؟ يعني انا كتبت مثلا بالظبط 3 اصفار مثلا 1 2 ودوس انتر هيكتب لي 1 2 بس. ليه؟ لان الاكسل اوتوماتيك بيفهم ان الصفر على الشمال ملوش قيمه، ملوش معنى، صح كده؟ طب انا دلوقتي نفترض ان انا عندي بيانات عملاء وارقام تليفونات عملاء،
وعايز اكتب ارقامهم، وعايز اكتب زيرو في الاول، يعني زيرو 12 مثلا. هتتكتب ازاي؟ هقول لك بقى تتكتب ازاي. بصوا يا شباب، مش احنا قلنا ان احنا لازم نختار نوع الخليه من هنا، صح كده؟ الو تمام تمام. يبقى الخليه اللي انت تيجي تختارها في اختيار اسمه تكست، تقول له ان اللي انا هكتبه جوه الخليه دي تكست، اللي انا هكتبه كحروف او نص. فلما اجي ادوس كده وادوس مثلا 00001 هيخليها لي. فاهمين قصدي يا شباب؟ تمام مفهوم. اسمها تكست، يعني لو ما خليناهاش تكست وسبناها جنرال، لو كتبنا زيرو هيختفي. 00001 اهو هيخليها لي واحد. تمام مفهوم. بس كده، فدي التكست اهي يا شباب، اهي دي التكست اهي، الجزء ده هنخليها لك باللون الاصفر اهو عشان تبقوا عارفينها. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام كده كده كويس كده. كده احنا وصلنا لحد المرحله دي كده، لحد احنا قلنا الكليب بورد اهي، والفونت، والالاينمنت، الالاينمنت اهي اللي هي دي، والنمبر اللي هو الجزء المربع ده. تمام كده يا شباب؟ نيجي بقى عند حبيبه قلبي، الكونديشنال فورماتنج. على راي واحد كان بيقول لي اسمها التنسيق الشرطي. التنسيق الشرطي يعني اعمل لي تنسيق او الوان معينه بناء على شروط انا هديها لك. فاهمين قصدي؟ تمام. يعني هقول لكم دلوقتي ايه اللي هيحصل. بصوا يا شباب، لما انت تيجي تختار كونديشنال فورماتنج هيقابلك كل التفاصيل دي كلها. على فكره يا جماعه، كونديشنال فورماتنج دي حياتكم بعد كده، انا مش بهزر، ده انا عامل لها تاب لوحديها، ده انا عامل لها شيت لوحده، فركزوا فيها قوي. كونديشنال فورماتنج لما تيجي تفتحها هتلاقي في حاجه اسمها هايلايت، توب وبوتوم، داتا بار، وحاجات زي كده كتير. نفترض، بص نفترض هقول لكم على حاجه، انا هعلم الاول قبل ما تشتغل عليها، تعلم الاول على الحاجه اللي انت عايز تشتغلها. تمام؟ وتروح بعد كده عامل كونديشنال فورماتنج. اول اختراع جالك ايه؟ قال لك هايلايت. هايلايت اهو، جوه الهايلايت هي حاجات كتير، يقول لك جريتر زان، ليس زان، بتوين، ما اعرفش ايه. فانا هعلم كده واختار، ركزوا كده في اللي انا هقوله، هايلايت، واقول جريتر زان، واختار مثلا 3000. قال لي بص، وادوس انتر، قال لي دولت اللي فوق ال 3000. خدتوا بالكم ولا لا؟ تمام مفهوم. طب دلوقتي، طب تعالى نعمل مثلا ليس زان هايلايت، بعد كده ليس زان، نقول له انا عايز اللي اقل من 2000، لا مفيش 2000، اللي اقل من 2500. قال لي بص، هو 2400 2400 2000 وكذا. فاهمين قصدي ايه؟ يعني قصدي انك تقدر تقول له لون لي ايه الشروط اللي انت عايزها. طب تعالى نبص على حاجه ثانيه، بقول له بقى ايه، بص كده ركز، في اوبشن انا بحبه قوي اسمه دوبليكيت. حد يعرف يعني ايه دوبليكيت؟ يعني ازدواج، يعني او حاجه ثانيه متكرره. بص دوبليكيت فاليو، بقول له اعمل لي هايلايت على الدوبليكيت، الدوبليكيشن. بص لو تلاحظوا، قال لي اهو، بص اهو 3421. خدت بالكم؟ تمام تمام. دي جامده جدا دي يا جماعه، الدوبليكيشن دي هتفرق معاكم جدا. تمام. اقدر اتحكم في اللون بتاعها؟ نعم، اقدر اتحكم في اللون بتاعها. ايوه طبعا، اهو تعال اهو نعمل اهو مثلا، نقول له على زين دوبليكيت، وهو بص بيقول لك انت اللون اللي انت هتاخده اللي هو اسمه لايت ريد، اللي هو اللون الاحمر الخفيف. فانت تقول له لا انا عايز كاستم، وتيجي عند الفيل كده تختار الالوان بتاعتك. طب يعني ايه اصلا conditional formatting دي؟ والله قلتها، اسمها التنسيق الشرطي. تنسيق الشرطي؟ يعني انت بقول له نسق لي حاجة بس بشرط اللي انا هديهولك. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا بصوا الحتة اللي جاية دي، شايفين في كلمة اسمها توب اند بوتوم، توب وبوتوم. تمام؟ تمام. بيقول لي ايه؟ توب 10. بقول له هات لي التوب 10 اللي في الليستة دي. بصوا علمها لي اهي. طب انا عايز مثلا توب 3 مثلا،
قال لي ان اعلى ارقام في الليسته دي هم الثلاث ارقام دول 3700 و3600 و3900، مفيش حد اكبر منهم. فاهمين قصدي؟ اه خدوا بالكم كونديشنال فورماتنج دي مليانه بهاريز. ده خاص بتنسيق الارقام، بتنسيق اي حاجه يعني. تعالى مثلا في المسمى الوظيفي دي مثلا تمام، هاجي اقول له كده، اقول له بص هايلايت، بقول له هايلايت يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه هايلايت؟ يعني حدد علمها لي. ايوه ظلل لي. ايوه زي كانك ماسك قلم قلم فوسفوري كده وتعمل له هايلايتر، بتعمل كده زي بتبين الكلمه. فبقول له ايه هايلايت؟ يعني اعمل لي هايلايت على ايه؟ على تكست ذات كونتين. يعني ايه تكست ذات كونتين؟ يعني كلمه جواها اللي انا هقوله لك لما ادوس عليها كده. واقول له ايه بقى؟ اقول له دور لي على الكلام اللي فيه حرف ايه؟ النون. نون مثلا، بصوا مهندس فيها نون، قانوني فيها نون، اذن فيها نون. فاهمين قصدي؟ ده نون بس. طب هات لي الكلام اللي فيه ايه؟ ري؟ لا مفيش دي. ري؟ لا ري. فين ري؟ سين مثلا. قال لي اهو مهندس ومحاسب. فاهمين قصدي ايه؟ بقول له اعمل لي هايلايت على اي حاجه انا عايز اقولها له. يعني بصوا دي كل حاجه اللي انا عايزها. يعني مثلا اقول له ايه؟ انا عايز الكلام الهايلايت اللي هو الكلام اللي فيه مثلا كلمه احمد مثلا. خدت بالكم؟ بصوا شادي محمود زياد احمد جمال احمد معرفش ايه محمد محمد احمد احمد سيد. فاهمين قصدي ايه؟ ان بقول له على كلام وهو يعمل لي تلوين عليه، يلونه لي. فاهمين قصدي يا شباب؟ تمام. انتوا معايا صح؟ تمام. معلش، لو انا عايز مثلا راتب الموظف اكبر من او يساوي اللي هو مثلا 2413 يعني خدها ايكوال ولا ريزان ولا ريزان؟ عينيا ليك. يعني انت عايزني ان انا اقول له هات لي لون لي الموظفين اللي هم فوق ال 2400 صح كده؟ لا، او يساوي مثلا. أيوة اكبر من او يساوي. ايوه يعني بص اهو، بص اهو، تعالى اهو كده ونعلم عليها كده greater than. في بقى more rules؟ ثواني كده. لا انا اقول له لا اهو highlight greater than يعني من اول 2413. الو ايوه يعني ما ينفعش. أيوة تبقى هنا ولا قصدك ايه؟ اقصد يعني اكبر من او يساوي 2413. طب انا هقول لك على حاجه. بص في بقى هنا في الهايلايت دي في حاجه اسمها نيو رول. نيو رول يعني انت بتعملها بايدك، بس دي بعيده شويه. يعني انا قصدي اهو بقول له كده، بقول له لا بس دي هتبقى تفصيله بعيده شويه. يعني انا قصدي خليك دلوقتي في الجريتر زين وبعد كده هقول لك على الموضوع ده. جريتر زين يعني خليها مثلا من اول ايه مثلا 2413 صح كده؟ انت عايز 2413 معاها صح؟ يعني ممكن مثلا 2412. انت عامل قاعدتين مع بعض؟ نعم. لو ينفع اعمل قاعدتين تاني مع بعض يعني؟ ايوه اهو في واحده اهي كمان اسمها هايلايت بتوين. خلاص بتوين ايكوال. وفي ايكوال تو اهي. لا وفي بتوين اهي، يعني مثلا ما بين 3000 واقل من 3200 ما بقاش غير ده. فاهمين قصدي؟ وفي ايكوال تو طبعا. ايكوال تو اللي انت عايز حاجه بالظبط، يعني انا عايز 2413 بالظبط. فاهم قصدي؟ تمام. طب كده يا شباب، طب تعالى بقى خلاص كده احنا تمام. بصوا دي كل القوائم اللي جوه كونديشنال فورماتنج. يعني اتمنى فعلا تذاكروا الحاجات دي. الحاجات دي هتفيدكم كتير قوي. كونديشنال فورماتنج دي يا جماعه دي بهاريز والله العظيم ثلاثه، هتلخص لكم شغل كتير قوي. ده انا هقول لك بقى على حاجه حلوه كمان. ده انا ممكن احط زي ليست كده واقول له ايه؟ انتوا شايفين يا جماعه اللي انا بعمله ده؟ تمام. اقول له ليست اهو وادوس كونديشنال فورماتنج واقول له هايلايت على الدوبليكيت كده. لسه ما فيش حاجه ظهرت، ما احنا ما في القايمه لسه فاضيه. واقول له مثلا وليكن 5-5 تمام. وانزل تحت كده واكتب مثلا 3-3
اتنين اتنين، واحد واحد مثلا، واحد اتنين كده، وانزل تحت خالص كده واكتب خمسة خمسة. ايه اللي حصل؟ لقطتها، خدتوا بالكوا؟ مظبوط. تمام كده يا شباب؟ ايوه تمام. تمام. عايزين بقى تلغوا الحاجات دي، تروحوا دايسين جايين هنا كده وتروحوا لو هنا في معادله يعني، او في قصدي اسمها ايه كونديشنال فورمات، تروحوا دايسين عليها هنا كده كلير كلير رول، كلير رول اهي، بس كده بس كده كده اتمسحت. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم لكل الناس اللي لسه ما اشتغلتش على الاكسل، بدايه اول معادله ليك في حياتك، يعني انت هتكتب اول كود او اول معادله ليك في حياتك. تمام كده يا شباب؟ تمام يلا بينا. بصوا يا شباب، هو حضرتك اللي بعتولنا ده؟ اه والله، او حياة ربنا بارك الله فيك حبيبي يا صاحبي. بصوا بقى يا شباب، تعالوا بقى اشرح لكم حته حركه بنت لذينه جميله قوي. بصوا بقى، ده الجمع، البيزك اجريجيشن دي، اجريجيشن قصدي اجريجيشن. اجريجيشن يا جماعه يعني المعادلات الحسابيه الاساسيه، اجريجيشن يعني معادلات حسابيه اللي هو جمع وطرح وضرب وقسمه. تمام كده يا شباب؟ تمام كده يا شباب؟ تمام تمام. جمع وضرب وطرح وقسمه. ف لحظه خليكم بس معايا لحظه، معلش. تمام. بصوا يا شباب، الجمع والطرح ده، بصوا جمع اهو 2 زائد 2، اي معادله نكتبها كده، اي معادله بتبدا في الاكسل بتبتدي ب يساوي. خلاص كده يا شباب، وصلت كده؟ اي معادله، بصوا بقى عشان اعملها بقى، بصوا لو تلاحظوا انا كاتبها في النص، فانا عايز اخليها ايه، تاخد كذا 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 خليه. نعملها ازاي؟ ها، ميرجن، ميرج، جدع صح، نعلم عليهم كده ونروح دايسين ميرج صح كده، عشان جدع كان انا بحب الناس المصحصحه دي. خلاص كده يا شباب؟ تمام. لا انا كويس والله، وايد انا الصوت عندي واضح. بصوا يا شباب بقى، ركزوا بقى في اللي انا اللي جاي دي، 2 زائد 2 اي معادله، يبقى اي معادله تبتدي بالاكسل، يبقى هنعمل ايه في الاول؟ يساوي. عدوا صوتكم بقى كده معايا، ندوس يساوي، يساوي اهي. تمام. ودي 2 اهي، بصوا لما اضغط على كلمه 2 دي كده جاب لي اسم الخليه، ما جابليش 2، خدتوا بالكم ولا لا؟ جاب اهي بي 3 اهي، جاب لي المربع نفسه. هقول لكم ليه جاب لي المربع ما جابليش رقم 2. خلاص، هدوس على الخليه اهي وادوس بعد كده زائد، حد يعرف حرف زائد اهي اللي هي شيفت يساوي او زائد، هتلاقوها في الكيبورد عندكم. تمام كده يا شباب؟ زائد ده، وبعد كده نعمل ايه؟ ها، دوس انتر شباب. التسجيل ونعمل شير ونتوكل على الله. انتوا كده تمام كده يا شباب؟ تمام تمام تمام. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. هو البار اللي ظهر من تحت ده ظهر ازاي؟ الايه؟ البار يعني اللاين اللي تحت اللي هو جنب الشير. علي صوت شويه. قصدها على كده؟ انا قصدي على اللاين اللي احنا اخترنا منه ان احنا هنعمل بيزك الجمع. ده قصدي على الورك شيت. انا مش سامع حاجه على فكره، عشان هي تتكلم انا مش سامع حاجه. انا قصدي البار اللي جنب كلمه شيت 1 من تحت خالص. ده كده تحت شيت انترو ده كده؟ اه. يعني ايه ظهر ازاي؟ من الحته دي مش عندي يعني، انا فاتحه الاكسل بطبق مش لاقيها. اه فاضي عندك، مش ظاهر خالص. تصدقي المعلومه دي ممكن تلاقيها. بصي طب اقول لك على حاجه، في فايل، اي فايل، تمام تمام، اوبشن تمام كده، شايفه ولا لا؟ الفايل خرجني ثانية واحدة، ده خرجني على الهوم عندي. فايل اوبشن، ها مش لاقيه. تمام، انا دي ظاهرة عندي الفايل. تمام ظهرت عندي. في اوبشن بقى، اوبشن فين؟ شفتيها ولا لا؟ اخر حاجة من تحت، اخر حاجة من تحت.
هتلاقي اوبشن هنا، هتلاقي ظهر عندك بقى يعني، ممكن على حسب اصدار الاكسل هتلاقي حاجه اسمها اوبشن عندك. مش ظاهرة عندي. لا هي اكيد ظاهرة من تحت. لا هي اكيد ظاهرة انا متأكد، موجودة تحت خانة السيرة. طب بصي يعني، يعني شوفي كده عقبال بس يعني، قبل الاخير فايل اوبشن، هتلاقي فايل كلمة اوبشن. انا ظاهرة لي الصفحة دي، ظاهرة لي تمام تحت خالص فوق يعني كده، هي لايه في تحت فين؟ تحت خالص اوبشن، حاجه اسمها اوبشن يا اوبشن يا من. انا لا انا اخر حاجه عندي كلوز او مور، ثانيه واحده كده. اه لقيتها، اوكي ماشي، لقيتها في مور. لا اله الا الله. انا اسف، اتفضل. تمام اوبشن اهي، انتوا معايا اهي اوبشن فايل اوبشن. في حاجه اسمها ادفانس، ادفانس لقيتيها؟ ايوه تمام. انزلي بقى كده شويه كده، انزلي 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 كده تمام؟ تمام انت معايا صح؟ ايوه مع حضرتك. هتلاقي في حاجه اسمها display option for this workbook. حاولي ايوه ماشي سريعه شويه، اعملي بقى شو لكل واحد تمام. يعني شو 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 كلهم؟ اه وبعد كده دوسي اوكي. اوكي ظهرت؟ تمام ظهرت؟ ظهرت شيت 1 شيت 2. طب الحمد لله وعلامه البلس الحمد كده تمام يعني. اه يعني المفروض كمان اجيبها لك بالاسامي اللي عندي ولا ايه؟ تمام ماشي ماشي اوكي تمام كده يا شباب. شكرا. يلا بينا. بصوا يا جماعه، اول كود في حياتك واول معادله هتكتبها في حياتك يا جماعه، بصوا والله العظيم ثلاثه، انا نفسي تبقى لغات البرمجه زي الاكسل. عارفين ليه؟ الاكسل بيقول لك تعمل ايه، يعني بيديك المعادله ويقول لك المعادله احنا عايزين فيها ايه. لغات البرمجه انت بتقعد تكتب وعلى الله التسهيل بقى، غلطت بقى انت بتقع، ما غلطتش خلاص. في الاكسل بيقول لك ايه، دوس يساوي تمام كده يا شباب، وتعلم على دي تمام. تعلم على اتنين. اتنين جاب لك اللي هي اسم الخليه اللي هو بي 3 اللي هو اول حرف من العمود بي، والرقم الصف اسمه بي 3 زائد اهي، زائد اهي دي برضو هتبقى بي 5 صح ولا غلط؟ بالظبط هتبقى بي 3 زائد بي 5 وندوس انتر. قال لك ايه؟ ان النتيجه طلعت 4 صح كده يا جماعه ولا لا؟ صح. لا افتحوا السبيكر بقى كده، عايز اتكلم معاكم شويه، انتوا وحشتوني. ايوه صح. هقول لكم بقى ليه، بقى ليه بقى انا بقول لكم ان هي ظهرت بي 3 وبي 5، لان هو بالنسبه له ان الخليه دي هو اي حاجه جواها هو هيجمعها. لو انا جيت كتبت هنا 20 هتبقى النتيجه 22، فاهمين قصدي ايه؟ اه. لو كتبت هنا 30 هتبقى النتيجه 50، فهمتوا قصدي ايه؟ انا بقى اللي انا عايز اوصل لكم ان في فرق ما بين خليه زائد خليه، عن الفرق ما بين يساوي 2 زائد 2. بصوا 2 زائد 2، طب لو انا عايز اعدل في النتيجه لازم اضغط هنا مرتين واقعد اكتب، طب هنا 5 فاهمين. طب لو انا عايز اكتبها مثلا تاني افتح الخليه تاني واقعد اكتب، لكن احلى حاجه انك تبقى الخليه لوحدها وتقعد تكتب فيها، والخليه الثانيه لوحدها تقعد تكتب فيها المعطيات بتاعتك، فاهمين قصدي ايه؟ تمام. انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ شباب احنا 40. ايوه مع حضرتك. احنا 36 واحد، فاتكلموا معايا، انا بحبكم والله. واحنا أيوة كمان تمام. طب تعالوا بقى مين اللي يساعدني في الطرح. تمام انا ممكن. يلا بينا. هتقول يساوي اول حاجه عشان ده عمل يحسبها بالظبط. بالظبط اف 3 ناقص الله اف 5 3 ناقص اف 5، دوس انتر هوب بقت 4. 6 ناقص 2 4 جدع. مين الاسمه؟ حد يعرف الاسمه؟ ممكن انا؟ يلا بينا. هنقول يساوي الاول، يساوي بعد كده نقف على الخليه، على الخليه اهي، على بقى حد يعرف على فين؟
مايلز شفت سلاش سلاش جدع اهي على دي اللي هي دي معلش بمسح دي معلش بعد كده دي هتبقى 10 على 2 فيها الخمسة على اللي هي العلامة دي يا جماعة. تمام على اللي هي العلامة دي. تمام كده يا شباب يلا الضرب حد ينفع يساعدني اهو والله اهي الجدول اهو كاتبه اهو الضرب يلا ماشي معاكم يلا بينا اكس اكس 12 يساوي يساوي يا معلش اكس 12 اف 12 الله عليك انت بعيد اهو اف 12 جدع في في اف 14 علامة النجمة فيها الله ينور عليك بقت 2 في 5 ب 10 الله ينور عليكم كده احنا عرفنا البيزك اجريجيشن اجريجيشن الكلمه دي حلوه قوي يا جماعه بيزك اجريجيشن اللي هي جمع وطرح وضرب واسمه تمام سم اللي هي الجمع ماينس يعني الطرح طبعا ديفايدد يعني الاسم وملتي بلاي يعني ضرب تعال نخش كده يمين شويه ونقول الو الله كده بقى احنا دخلنا بقى في عالم تاني بقى اللي هو العالم اللي هو الايه بقى بصوا بقى يا شباب بقى احنا عندنا هنا جدول فيه ارقام الموظفين واسامي الموظفين والمسمى اللي هو ايه يعني شغال ايه محاسب ولا لا والرواتب وارقام الموبايلات تمام كده يا شباب الو السلام عليكم ايوه تمام تمام كده يا شباب طب تمام. تمام بيقول لي بقى هنا انا عايز اجمالي رواتب الموظفين كل مرتباتهم هنعملها ازاي هنعدي مع الرواتب كلها صح بص احنا قلنا ايه احنا قلنا ايه عشان نجمع لحظه لحظه بس يا شباب احنا قلنا عشان اول حاجه بنساوي هقول نبدا بيكم هنقول نجمع نجمع بصوا بقى ركزوا احنا قلنا ايه يبقى دي صح كده زائد دي زائد دي صح كده زائد دي ايوه بالظبط احنا كده هنتشال احنا كده هنتشال دي صعبه قوي كده ايوه نعلمهم كلهم على بعض ايوه نيجي بقى هنا بقى المعادله ايه معادله اسمها صم صم المعادله دي بيساوي صم اهي اول واحده خالص اس يو ام تمام كده يا شباب الو ايوه تمام مفهوم بص عليها مرتين دبل كليك شمال اهو ونقف على العمود كله وندوس انتر قال لي ان المجموع كله كام قال لي ان التوتال 56043 جنيه 43 تمام يلا بقى اللي بعديه اجمالي عدد الموظفين عددهم نيجي هنا بقى ان في عدد عد يعني يا جماعه يعني كاونت في معادله اسمها كاونت اي كاونت اي هتبقى بيساوي كاونت اي اي اسمها كاونت اي بعديها ايه على طول ونقف على اسميهم كده من اول هنا لحد تحت او المفروض اقفل الكوس يعني المفروض اقفل الكوس كده لان المعادله كانت مفتوحه الكوس نقفل الكوس دوس اندر قال لي عددهم 19 يبقى عشان نجمع يبقى صم عشان نعد يبقى كاونت تمام يا شباب تمام لا علوا صوتكم كده تمام 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 يلا بقى يلا بقى اللي بعديها متوسط الرواتب حد يعرف يعني ايه متوسط بالانجلش ماك افريج جدع افريج كام ايوه بالظبط افريج انا بقى بقول له انا عايز متوسط الرواتب يبقى في معادله اسمها افريج يساوي A V E average J المعادلة اسمها average J ونقف على العمود كله طب حد يعرف average دي تشتغل ازاي ولا لا المجموع على كله ويجمع العدد جدع صح نجمع مرتباتهم اللي هو ال 56000 جنيه ونقسمهم على ال 19 بس بدل ما نعمل المعادلة المعقدة دي في معادلة جاهزة مشفية اسمها average دوس انتر قال لك ان الافريج بتاعهم عباره عن 2950 جنيه طب انا عايز اتاكد ازاي مش ده المجموع وده العدد طب تعالى نقسمهم اه نعمل نساوي ده على ده طلع لي 1950 يبقى احنا كده تمام ده زائد ده ده بيساوي ده تمام كده يا شباب تمام يلا بينا تعالى بقى اعلى مرتب ماكس ماكس جدع بصوا يا شباب اعلى حاجه اسمها ماكسيمم اقل حاجه اسمها مينيمم يبقى ماكسيمم اللي هو اعلى مرتب يبقى بيساوي ام اي اكس ماكس اهي واقف على العمود ده كله ودوس انتر
قال لك ان اعلى مرتب موجود فيها 3958 جنيه. طب ايه رايكم لو انا كتبت هنا 4000 جنيه ايه اللي هيحصل؟ بصوا نقلت هي 4000 جنيه. سمع تلقائي هناك. شفتوا يا شباب؟ اي خدمه. طب اقل مرتب من بيساوي ام اي ان من اول واحده. ونعمل كده وندوس انتر. قال لك ان اقل مرتب 2036 جنيه. ايه رايكم يا شباب؟ انا مبسوط بصراحه، انا مبسوط، انا عن نفسي انا كمحمد انبسطت. بصراحه جدا سهله قوي. اي بس خدمه. ممكن بس حضرتك يعني اللي هو بتاع متوسط راوتر الموظفين، حضرتك قلت ان احنا بندوس يساوي افريج وبنقف على الكولم بتاع راتب الموظفين، صح؟ مظبوط؟ صح. بعد كده بندوس انتر ونقف على اسم الموظف. وندوس على اسم الموظف ليه؟ عشان اجيب المتوسط، مش المتوسط بيبقى فيه اسمه؟ لا، افريج دي بتحل محل الجمع والعد، فاهمين قصدي؟ اه انا بقف بس على العمدان بتاعت على العمود بتاع المرتب بس. تمام كده يا شباب؟ تمام. انا بحبكم. تعالوا بقى بصوا بقى اللي جايه دي بقى بنت لذينه رهيبه بقى. بصوا بقى يا شباب بقى اللي جاي ده ابن لذينه. بصوا بقى ركزوا بقى في اللي انا هقوله لكم. معلش انا حاططها لكم بالارقام. بصوا بقى يا شباب، مش احنا قلنا ده برضو نفس الجدول اللي معانا طول حياتنا، ده اللي هيفضل على طول لازق لنا. ده الجدول بتاعنا. تمام كده يا شباب؟ انتوا معايا صح؟ تمام. اه معايا. ايوه تمام. بصوا يا شباب، مش احنا قلنا هنا ان احنا عايزين اجمالي الرواتب، فجاب لي كل المجموع بتاع الرواتب؟ مظبوط. هنا بقى بيقول لي لا بقى، انا عايزك تجمع لي رواتب المحاسبين بس. يلا بينا. انا سخنت. يلا بينا. يلا بينا. اي معادله فيها شرط لما تيجي تقول له انا عايزك تجمع لي بس المحاسب بس، دي انا عايزك تعد لي بس المهندس، اول ما تلاقي كلمه بس حصلت في المعادله هتلاقي قاعده اسمها اف. مش احنا قلنا ان الجمع هنا هتبقى اسمها صم، صح؟ اه. يبقى هتجمع بس بشرط اسمها صم اف. اهي صم اف، اهي المعادلة اسمها سم اف. تمام كده؟ تمام يا شباب؟ تمام. بصوا بقى سم اف بقى بتتعمل ازاي؟ بصوا بقى، صلوا على النبي. هنروح عاملين هنا كده بيساوي سم اف، اف واحدة مش اف، اف واحدة. بصوا بقى كاتب لك، بصوا عشان كده بقول لكم والله انا بحب نفسي نفسي اللي هي ايه لغات البرمجة تعمل زي الاكسل. بصوا اول ما تيجي تفتح صم اف يحط لك المعادله، اركان المعادله احنا عايزين منك ايه عشان المعادله دي تكتمل، فاهمين قصدي؟ فبيقول لك الرينج. الرينج بصوا الرينج بيقول لك ايه، المدى اللي بندور فيه كرايتيريا اللي بندور بيه صم رينج، المدى اللي عايزين نجمعه. طبعا انتوا مش فاهمين حاجه. بصوا الرينج اول معادله هي، حتى لما تيجي تقف لو تلاحظوا لو تلاحظ تلاقي لسه سودة هنا، ما تلاقيهاش نقلت على الكرايتيريا او سام رينج، واقفه على الرينج. بيقول لك انت بتدور فين، هو المدى اللي انت اللي بتدور فيه. اقول له انا بدور هنا، مش المحاسب دي، مش المحاسب في المسمى الوظيفي، صح ولا غلط شباب؟ تمام. بعد كده هندوس كوما، هندوس كوما الكرايتيريا اللي بندور بيه، انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بالخليه دي. تمام يا شباب؟ الو. تمام. لعلوا صوتكم مع حضرتك. تمام. ايوه مع حضرتك. بعد كده ندوس كلمه ثانيه. قال لك السام رينج، السام رينج المدى اللي عايزين نجمعه، انت عايز تجمع ايه؟ ها؟ اقول له انا عايز اجمع الرواتب دي. الراتب اكيد. ودوس انتر. قال لي بص يا عم حمد، قال لك ان رواتب المحاسبين ب 12665 جنيه. تمام. عايز اتاكد. بصوا بقى يا شباب، في هنا ممكن تروح ممكن نعدها تاني بس انا بصوا هو في اكتر من حاجه انا هعيدها لكم كلها ما تقلقوش. ماشي ماشي. بصوا عايزين نتاكد ان المحاسب ده ب 12000، هنروح واقفين كده على العمود على الجدول ده، وفي هنا داتا اسمها فلتر. فلتر دي انت بتفلتر على الحاجه وتختار هنا، تختار تشيل سيلكت اول وتختار كلمه محاسب.
ولما تيجي تجمع ده كله هيقول لك الرقم اهو 12665 صمعي مجموعهم. حد خد باله ولا لا؟ السلام عليكم. طلع منه. اي تمام. ايوه 12665. طب يلا على الاداري، يلا بينا، يلا بينا، يلا. تمام ماشي. بيساوي سم اف، وندوس عليها دبل كليك اهي. الرينج، الرينج ده اللي هو ايه؟ المدى اللي بندور بيه، بندور فين؟ هو المسمى الوظيفي. المسمى الوظيفي. بصوا بقى لو تلاحظوا، هتلاقوا بصوا بعد كلمة رينج هتلاقوا ايه كده؟ في كوما. صح؟ كوما. لما تيجي تدوس كوما هتلاقيك نقلت على الكرايتيريا اوتوماتيك. يعني تلاقيك الكرايتيريا اللي بتظهر قصادك. يقول لك انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بالكلمة دي، بالإداري. اللي هي في الخلية دي. كوما. سام رينج، انت عايز تجمع ايه؟ ها؟ دي رواتب الموظفين. الرواتب، جدع، الرواتب. بعد كده ندوس انتر، هوب قال لي ان المجموع 25000 جنيه. طب يلا بقى على المبرمجين، حد يجي بقى يقول لي بقى المبرمج من اول لاخر. يساوي برضه، يساوي سام اف. سام اف اهي. هنبدا بقى اللي هي السي، هنختار السي اللي هي مسمى وظيفي. الرينج، الرينج انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور هنا. بعدين بعدين كوما، نكتب الكرايتيريا بقى اللي هي كرايتيريا. الكرايتيريا دي هتبقى الرتب بتاع اللي هي الاتش، الاتش 10 اللي هي المبرمج. صح، المبرمج، بدور بالمبرمج كوما وكوما وراتب الموظف اللي هي راتب الموظف. الله ينور. العمود يعني دي. دوس انتر بس كده. ايه رايكم يا شباب؟ جميلة، طعمها حلو صح؟ أسهل بكتير. أسهل بكتير؟ أيوة، أنا كنت بعمل فلتر الأول وبجمع وبيطلع غلط، فكده أحسن بكتير. لا ما أنت تلاقيكي كنت بتفلتري وتجيبي المحاسب وتجمعيه وتجيبي المهندس تجمعيه وتجيبي، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض يا جدعان. المهم تعالوا بقى، يلا بقى اللي جاية، بقى اللي جاية دي جامدة جدا على فكرة. اللي جاية دي آخر واحدة خلاص كده يا شباب، عشان مش هطول عليكم تاني. مش احنا قلنا الجمع يبقى بقى عايزين نعد كم محاسب، نعرف كم محاسب، كم موظف معانا. ايه رايكم يا شباب؟ السلام عليكم. انتوا كويسين ولا ايه؟ ايوه مع حضرتك يا جماعه. افتحوا الفكره يا جماعه، انتوا 37 واحد. ماشي، بصوا يا شباب. ايوه كده، اتكلموا معايا. بصوا، مش احنا قلنا ان احنا عشان نعد كاونت ايه، لكن عشان نعد بشرط اسمها كاونت اف، يبقى بيساوي كاونت اهو اف. اول واحده هي كاونت اف، تمام كده اهي. دي الحمد لله مش محتاجه، هي مكونه من قطعتين. معلش، الرينج، المدى، الرينج ده اللي احنا قلنا ايه، المدى اللي احنا بندور فيه. انت بتدور فين يا ابني؟ بتدور على المحاسبين، يبقى تدور في المسمى صح. ايوه. بعد كده كوما، الكرايتيريا. محاسب. ايه بالظبط؟ دوس انتر. قال لك في اربع محاسبين. طب انا بقى مش هقعد اعمل المعادله دي كل شويه. تروح اعمل ايه؟ بصوا كده، لما تيجي تقف على المربع ده كده هتلاقي في علامه زائد ظهرت لك. حد خد باله؟ زي المسطره كده. اهي 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 علامه زائد ظهرت. حد خد باله ولا لا؟ السلام عليكم. ايوه. حد خد باله ولا لا؟ انتوا سامعيني ولا مش سامعيني؟ بس انا الو، احنا بس الحاجه بتوصل متاخر عندنا في مصر. طب تمام، بصوا هتلاقي في علامه زائد كده، هتلاقيه لو انتوا عندكم الاكسل بالعربي هتلاقوا علامه الزائد ظهرت هنا كده، لو عندكم بالانجليزي هتلاقي في علامه الزائد ظهرت هنا، وتروح دايس عليها دوسه كده وتروح ساحب لتحت. بس كده. قال لك ان في أربعة محاسبين، ثمانية إداريين، مهندس قانوني، معرفش إيه، ولو علمت عليهم كلهم هيقول لك إن عددهم كام؟ 19، اللي هو فين؟ اللي هو كان هنا، اللي هو عدد الإجمالي الموظفين. بس كده. شفتوا الموضوع حلو إزاي وسهل إزاي؟ أنتوا كويسين يا جماعة؟ أيوه تمام. طب الحمد لله. بس إحنا كده خلصنا بقى، كده الحمد لله. بصوا بقى ده السمري، السمري ده عبارة عن إيه؟ انتوا اتعلمتوا ايه في المحاضره دي؟ اتعلمتوا الهوم تاب اللي هي الهوم دي كلها دي كده اهي، وتعلمتوا المحاضره اللي فاتت لو سمحت من تاني.
نعم تاني، مين اللي كان بيكلم؟ تاني قول يا طارق. في واحد كان بيقول المعادلة تاني. يلا بينا يلا بينا، تعالى نمسحها كده طب هنا معادلة. عدد الموظفين ازاي في الإدارة هنا؟ واحد مثلا. يلا هو تعالى نعمل من أول، بندوس يساوي. مش هنا المفروض نعمل تثبيت؟ تثبيت في ايه؟ تثبيت للمعادلة. لا مش هيفهمني أكتر. ايه؟ تعالى فهمني أكتر. يعني فهمني أكتر يعني إيه نثبت؟ ما هنا الظهر الإداري في عدد الموظفين واحد، هو أكتر يعني لو تشوف الإداري أكتر من واحد. طب تعالى كده نعيد كده. صح، أنا كنت عاملها زي الإداري واحد، الإداري 8 أهو. آه بص بقى ليه بقى. صح، بص بقى ليه. لو تلاحظ هنا المسمى، بصوا يا جماعة صح، كلمة صح. لو تلاحظوا هل في إداري، المفروض ان كله يبقى اداريين، بس لو تلاحظوا المسمى لو في كلمه او حرف في الكلمه غلط ما بيتشافش. اعملها طبقه ثانيه لو سمحت، ممكن تدوس على المعادله بتاعت اللي صح صح هي اداري دي رقم 8. انت بتتكلم صح. اداري هنا يا جماعه، اداري هنا غير اداري هنا. يعني لو انا دوست قلت له ده بيساوي، لو ده هل ده بيساوي ده؟ هيقول لي لا فولس. ليه؟ لان اداري دي فيها زي سبيس كده، فيها سبيس اهو. ايوه لو انا جيت مسحت السبيس ودوست انتر هيجيب لي 8. فقال لي ان اداري دي غير اداري. صح، كان بتتكلم صح، بس فانا اخليها كده بس كده. تمام كده يا شباب؟ تمام ماشي. بصوا يا شباب بقى، دي السمري بتاعنا ده. انت عرفت ايه؟ بصوا انت لو دوست على اي حاجه من الكلام ده هتلاقيه بيظهر. يعني هوم تاب لو دوست عليها رحت للهوم تاب، لو رحت مثلا لو دوست على كونديشنال فورماتنج هينقلك على كونديشنال فورماتنج. صمو بص انتوا اتعلمتوا ايه؟ هوم، كونديشنال فورماتنج، والاجريجيشن، الاجريجيشن فانكشن اللي هي المعادلات الحسابيه الاساسيه، والكاونت، والكاونت ايه، والافريج اللي هي الحاجات اللي احنا متعلم عليها، والصم اللي هي جمع الارقام ولكن بشرط معين، والكاونت اف اللي هي عدد عد الاشياء ايا كانت ارقام او اي شيء ولكن بشرط معين. بس كده يا شباب. تمام تمام كده يا شباب. الدنيا كويسه تمام تمام. يعني انبسطتم؟ اهم حاجه الناس اللي بتشتغل على الاكسل انبسطت ولا لسه؟ والله يعني قولوا لي كده انتم انبسطتوا في ايه. انا هعمل كده، هقفل الشير ده كده. يعني اتفضلوا كده. اللي انا استفدت بيه النهارده ان انا كنت بكتب حكايه الزيرو ديت لسه عارفاها. الايه؟ الزيرو. الزيرو بتاعت التكست. ايوه ما كنتش دايما بقى يعني في الاكسل ما كنتش بعرف اعملها خالص. تمام. ولا حد قال لي عليها، فدي معلومه جديده النهارده عرفتها. والتنسيق الشرطي. ماشي. وايه تاني؟ والورب والميرج ديت، ده اللي استفدت بيه النهارده. المعادلات كنت عارفاها بس. طب عارفه صم اف وكاونت اف؟ لا، الكاونت اي والكاونت اف دي برضك عرفتها النهارده. وصم اف اكيد برضه كنتش عارفاها. بالظبط. ايوه ماشي. حد تاني يا جماعه كان بيشتغل اكسل وكان حاجه استفدت بيها؟ حد يا جماعه كان بيشتغل اكسل ولسه اول مره يتقابل على كام اكونت اف وصام اف؟ والله انا لسه اول مره النهارده اقرا برضه المعادلات دي، وهتسهل لي الموضوع صراحه خالص في الشغل. صراحه انا كنت بعمل زي ما حضرتك، زي ما قلت لحضرتك قبل كده، كنت بعمل فلتر وبعد كده بجمع ويطلع حاجات غلط. فالحمد لله. لا دي حتى طب الحمد لله يا ستي. الحمد لله. في حد تاني يا جماعه عايز يقول اي حاجه تاني؟ بجد بشكر حضرتك يا باشمهندس على السيشن الجميل ده. حقيقه اتعلمت كتير منها حبيبي. ده سام اف برضه والكاونت اف وهكذا. فان شاء الله ملتزم من حضرتك بقى حاجات بقى ادفانسد قوي. بصوا اسمعني بكره هشرح لكم في لوك اب واف، احلى معادلتين على قلبي زي السكر. بكره ده، بكره مش بعيد على فكره، ده بكره الساعه 11 الظهر. خدوا بالكم 11 الصبح، فكله يصحى الصبح بدري. انا بصحى لكم بدري جدا والله. تمام يا شباب؟ تمام. ماشي يا شباب. فان شاء الله ان شاء الله في انتظاركم بكره ان شاء الله الصبح. وان شاء الله لا مفيش تاسكات. لا صح يا شباب. ان شاء الله ان شاء الله انا عندي قناه على اليوتيوب، انا كده كده بشرح حاليا الاكسل وبنزل على المحاضرات. فان شاء الله هبقى لما اخلص المحاضره دي
او هي وبكره، هي المحاضره دي والمحاضره بتاعت بكره، لما اخلصهم هرفعهم على اليوتيوب وهبعت لكم اللينكات طبعا عشان تنزلوها وتتعود تتفرجوا عليها. القناه اسمها اكتبها لكم اياها على الـ على الـ على الـ على الكتابه، اسمها السر شاجي اهي، انا كتبتها كلكم شفتوها. السر شاجي السر شاجي اهي، انا بعتها لكم اهي كمان. القناه دي ان شاء الله هتلاقوا عليها كل حاجه وتلاقوا عليها حاجات في الاكسل، وان شاء الله اقدر افيدكم. تمام كده احمد بكري؟ تمام خلاص ماشي يا شباب. نعم كنت في حاجه كنت عايز اسالها حضرتك. طب علي صوتك شويه بس يا يوسف اتفضل. تمام، انا الاكسل عندي كله على بعض يعني باللغه العربيه، فانا حبيت احوله للانجليش يعني. لا ده انت بينزل بالانجليش يا يوسف في الاول خالص يوسف. ده بينزل انجليش. لا مش هينفع يتحول، هو بتمسحه وتنزل واحد انجليش. خلاص تمام ماشي يا شباب يلا خلاص كده. انا بكره ان شاء الله الساعه 11. بكره ان شاء الله الساعه 11 يا احمد بكري، ما تتعصبش اهم حاجه. هو احنا موعدنا بعد كده هتبقى جمعه وسبت. هو ما فيش غير الجمعة وسبت دي والجمعة وسبت اللي جاية خلاص كده. ماشي يا بكري، أهم حاجة أنت بس ما تتضايقش. لا 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 خالص. ماشي يا بكري. ماشي بس في حد هنا كاتب اسمه أيفون، يا ريت بس يعدل اسمه عشان الغياب القدر بتاعه في الشيء. ماشي يا شباب، أنا هستأذنكم أنا وأعزكم هقفل. تمام مع السلامة. مع السلامة. شكرا.